استعادت القوات العراقية السيطرة على 16 قرية شرق العاصمة بغداد من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، لتصبح تقريبا محافظة ديالى بأكملها تحت سيطرة الجيش العراقي. وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن أكثر من 100 من مقاتلي الدولة الإسلامية قتلوا في المعارك، وتم تدمير 25 مركبة تابعة لهم، بالإضافة إلى إبطال مفعول 50 قنبلة. وأضاف البيان أن القرى تقع بمناطق سد حمرين والصدور والهارونية والشهاني والصفرة. وأظهرت مقاطع مصورة عرضتها وزارة الدفاع انتشار قوات الجيش العراقي وتمركزها بمواقع عسكرية في منطقة سد حمرين على بعد 65 كيلومتر شمال شرق بغداد. أثناء ذلك تفقدت قيادات عسكرية الدفاعات في محافظة الأنبار في مناطق تعرف باسم حزام بغداد. قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري: هذه الجولة اليوم احنا في آخر نقطة على الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الأنبار، هذه تسمى النقطة الحد الفاصل للفوج الثالث لواء 60. الغاية منها تفقد انفتاح الأسلحة، تفقد المراتب الموجودين والضباط، النقاط أو خطنا الدفاع اللي موجود في حزام بغداد في هذه المنطقة خط رصين، واحنا نتمنين على كل الإجراءات. واستعادت القوات العراقية الخميس الماضي السيطرة على منطقة في الأنبار، بينما كانت تتقدم في منطقة أخرى حيث كان مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية يحاصرون معسكرين تابعين للجيش العراقي. والتنظيم الذي سيطر على الكثير من الأراضي الزراعية والغنية بالنفط في شرق سوريا على مدى أكثر من عام كان قد اجتاح شمال العراق في منتصف يونيو واستولى على بلدات منها الموصل وتكريت، لكن تحركاته الأخيرة تشير إلى أن مقاتلي التنظيم يشعرون بالقلق إزاء الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن والتي تدعمها على الأرض قوات الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية. رحاب علاء، رويترز.